أهلا بكم. من يتصل بالبيت الأبيض هذه الأيام تطالعه رسالة مسجلة مفادها أن الاتصالات مع البيت الأبيض متوقفة بسبب اختطاف الحزب الديمقراطي موازنة الدولة. تدبير غير اعتيادي لرئيس دون أدنى شك غير اعتيادي. بالتأكيد لم يكن ترامب يتصور أن يقفل عامه الأول كرئيس جديد للبيت الأبيض بإقفال شبه تام لإدارات الدولة الأمريكية. هو عام دونالد ترامب بامتياز، هو وقراراته وأسلوبه وحتى أدوات تواصله مع العالم التي كانت الشغلة الشاغلة للصحافة المحلية والعالمية. انقلب على السياسة الخارجية الأمريكية، كسر قواعد اللعبة السياسية لأقوى دولة في العالم، تلاعب بعلاقات بلاده مع أوروبا، وأبعد بوادر سلام في المنطقة بإعلان مشؤوم. دونالد ترامب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية في العام الأول من تسلمه حكمه من رحم انقسام داخلي. أين وعوده وما هو أفق طروحاته؟ نرحب بداية بضيوف هذه الندوة، الدكتورة ليلى نقولة، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، أهلا وسهلا بك معنا. أيضا الدكتور سامي نادر، الخبير الاقتصادي ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، أهلا بكما معنا. أيضا نرحب من فلوريدا تحديدا بمدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية السيد توم حارب، أهلا وسهلا بك. والسيد خالد داود مراسل الأهرام سابقا في واشنطن، أهلا وسهلا بكم معنا جميعا. أبدأ معك أستاذ سامي نادر، ليس بالأسئلة، إنما هناك الكثير من الأمور طبعا تتعلق باستطلاعات الرأي والأرقام، سنتابع هذه الأرقام وأعود إليك. مثيرة للاهتمام كانت الأيام 365 المنصرمة. اسمحوا لي بأن أبدأ بهذه الندوة إذن من حيث أقفلت استطلاعات الرأي الأمريكية المعهودة بعد مرور عام على دخول رئيس جمهورية جديد إلى البيت الأبيض. إذن أشارت كما نلاحظ آخر إحصائيات معهد جالوب إلى أن دونالد ترامب هو من أقل الرؤساء شعبية في تاريخ أمريكا الحديث، وحصل ترامب على نسبة قبول لا تتعدى 38% لأدائه في عام الأول في كرسي الرئاسة، مقارنة ب 49% لباراك أوباما و 84% لجورج بوش الابن و 55% لبيل كلينتون و 80% لجورج بوش الأب عن أدائهم في عامهم الأول. إذن أستاذ سامي، لاحظنا هذه الأرقام بداية، كيف يمكن أن نفسر هذه النسب المتدنية لقبول ترامب ولأداء ترامب رغم أنه كان في انتعاش؟ إذا ما لاحظنا بالأسواق المالية في أمريكا نسبة البطالة في أدنى مستوياتها، حتى الضريبة أو السياسة الضريبية مشجعة فعليا كانت على الاستثمار، لماذا هذه الأرقام المتدنية؟ الأرقام لأن الرئيس في معركة مع المؤسسات الإعلامية بشكل واضح، ولكن دعيني أذكر أن استطلاعات الرأي نفسها لم تعطي الرئيس ترامب رئيسا فائزا، كانت مجمل وكالات استطلاعات الرأي تعطي المنافسة هيلاري كلينتون ترشحها للفوز، وطرحت المسألة أكثر من علامة استفهام حول من يملك هذه الوكالات استطلاعات الرأي عن الطرق التي تعتمدها من أجل التوصل إلى هذه الأرقام. إذن يعني في مسألة الانتخابات الأمريكية، في مسألة البريكزيت، في مسألة أيضا الانتخابات الألمانية، كل استطلاعات الرأي أو الوكالات التقليدية استطلاعات الرأي كانت مخطئة، وإلا لما فاز دونالد. لكنه معروف أنه كان دائما يتحدى موضوع الأرقام تحديدا، لكنه فشل لأنه في مواجهة مع المؤسسات الإعلامية وما يسمى بالإستابليشمنت الإعلامي. وصحيح ما ذكرته أن إذا كان من إنجاز لهذه السنة الأولى هي بالتأكيد على المستوى الاقتصادي، الأسواق المالية انتعشت بشكل كبير، البطالة في أدنى مستوياتها، وكل التوقعات تشير إلى أن عام 2018 إذا ما تمكن
تمكن من إقرار القانون المتعلق بالاستثمارات في البنى التحتية، هذا إضافة إلى الإصلاح الضريبي الذي تم إقراره. إذن هنالك إنجازات أساسية وعملية حتى لو استمرت هذه الإنجازات سيكون هناك أرقام متدنية لقبول ترامب. أعتقد أن هذا سوف يرضي قاعدته الناخبة، وهذا فقط ما قد يعني لا نفهمه أو لا ندركه بشكل واضح ومليء، نحن الذين يراقبون الولايات المتحدة من الخارج والمعنيين بالسياسة الخارجية. ولكن لا شك أن كثير من القرارات أتت لترضي هذه القاعدة الناخبة على قاعدة المقولة التي مفادها أن أنا الرئيس الذي يحترم وعوده. وهنا يعني نذكر بالقرار، لكنه ركز على وعود معينة فقط، لم يأخذ بعين الاعتبار هذا صحيح، ولكن الأمور على أي حال التناقضات قاعدته الناخبة. وهنالك قول يعني أيضا أن كل رئيس في ولايته الأولى هو في حملة انتخابية مستمرة لأن عينه على الانتخابات المقبلة، وربما نرى تقصيره يعني في تناقضات رأيناها بدأنا نراها من خلال تركيزه على موضوع واحد. هو يعني أسلوب غير اعتيادي، صحيح. أسلوب يرتكز على المفاجآت، كل يوم هنالك قضية تهز الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا هنالك قدرة، هنالك مواجهة مع وسائل الإعلام بشكل يعني بنسبة كبيرة، ولكن مع كل شيء هنالك قدرة على التواصل مع القواعد، لذلك يسمى بالتويتر إن شيف أو الذي يستعمل بشكل أساسي وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة له كما هو بحاجة له. لكنه في تعثر له أيضا نتيجة سياسته، فبالرغم مثلا من غالبية للحزب الجمهوري في الكونغرس تعثرت مشاريع عديدة لترامب، استبدال أوباما كير وبرنامج داكا والجدار الكبير والجميل مع المكسيك كما وصفوا، وصولا طبعا إلى إقفال مؤسسات الدولة الذي كان يفترض أن يكون دخل يوم الرابع. نذكر أنه في هذه الأثناء تم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة ما ينهي هذه الأزمة. على كل حال، حول هذه الأزمة التي كانت الحزبان يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية، من فلوريدا السيد توم حرب، بداية كيف تقيمون دور ترامب كمدير للحياة السياسية الأمريكية الداخلية، وهل هو المسؤول كان فعلا عن الإغلاق الذي حصل لأيام للمؤسسات، أم هي حرب أو معركة حزبية اعتيادية؟ لا، هنا في صورتين، صورة الإعلام وواشنطن وصورة الشعب العام بالولايات المتحدة كيف بفكر وعم بينظر للأمور. وحسب الاستطلاعات اللي حضرتك قدمتيها إنه شعبيته 38%، أنا بذكر بفترة الانتخابات كانت الاستطلاعات تقول بين 30% و35% إذا قدر حصل عليهم. فلذلك الأمر يعني اليوم الشعب الأمريكي بيعتبر الاستطلاعات والإعلام في الولايات المتحدة مزيفين، ولذلك الأمر لا ثقة بين الشعب والمواطن الأمريكي والإعلام. يعني تشك أنه هناك أرقام متدنية لناحية قبول ترامب، تشك بهذه الإحصاءات؟ لا، ما هو طبعا أشك فيها. ليش؟ لأنه كان نتيجة الانتخابات هي أكثر إثبات لإلنا. أما تنرجع على سياسة ترامب، دائما المجتمع الأمريكي سياسة ترامب رايح بسياسة قومية وطنية، وهذا يعتز في المجتمع الأمريكي وخاصة من الناحية الاقتصادية. الناخب الأمريكي والشعب الأمريكي بهم دائما أول شيء العيشة الاجتماعية، يا هل ترى رح يقدروا يأمنوا أكل لأولادهم ولعيالهم، رح يقدر يشتري بيت، رح يقدر يشتري سيارة، رح يقدر يأمن المؤهلات لعائلته، وهذا دائما بينتخب عليه. وإذا هالرئيس وإدارته أمنوا هذا الشيء للمجتمع الأمريكي، المجتمع الأمريكي رح يأيده وضل يأيده بغض النظر شو الإعلام بده يحاول يحطم شخصية ترامب، وإنما الشعب بيشتغل على سياسة ترامب. نحن بنشوف أنه مثلا البورصة في الولايات المتحدة وصلت اليوم ل 26,000 نقطة، من وقت الاستلم هو كانت 17,500، يعني طلعت نسبة 36% بظرف سنة عمن تاريخ البورصة بنيويورك موجودة من 120 سنة لليوم. الصناعة والثقة بالصناعة
تدني العمل البطالي في الولايات المتحدة لأقل فترة بحياته بالنسبة للمجتمع الأمريكي ككل وللمجتمع الشعب الأسود أما اللاتيني أما لكن يجوز فقط الاعتماد على العنصر الاقتصادي والمالي فقط، هو رئيس الدولة وهذه الدولة لديها أكثر من عنصر لتقوم عليه، ليس فقط العنصر المالي أو الاقتصادي. دعنا إذا أمكن الولايات المتحدة إذا أمكن أن نعود إلى السياسة الأمريكية الداخلية، كنت سألتك تحديدا أن هناك الكثير من المشاريع التي تعثرت لترامب، كنا تحدثنا استبدال أوباما كير وبرنامج دكا والجدار الكبير والجميل مع المكسيك كما وصفوا وصولا إلى أزمة إقفال مؤسسات الدولة التي انتهت في هذه الأثناء قبل بعض الوقت، واتهامات بين الحزبين، برأيك هو مسؤول عنها أم هي حرب اعتيادية؟ هي حرب اعتيادية دائما نحن بنشوفها من أول رئيس جمهورية في الولايات المتحدة من جورج واشنطن لحتى اليوم، دائما التخبط في السياسة الداخلية وحسب كيف الكونغرس الأمريكي مكون، مثلا إغلاق المؤسسات من يومين واليوم أعاد فتحه من حوالي ساعة زمان، يعني هذا لازم مجلس النواب بالأكثرية يعني 51% بصوته، مجلس الشيوخ بدك 60 صوت من اصل 100، يعني بدك 60%، الجمهوريين عندهم 51 صوت، ضلنا اصل 9 من الديمقراط، التسعه من الديمقراط ما صوتوا على تمديد الميزانيه، ليش؟ حطوا الهجره الغير قانونيه ضمن شرط لشروطهم، بقى المجتمع الامريكي بهاليومين قام ضد الحزب الديمقراطي، ما حدا اتهم الرئيس ترامب انه هو اللي ما قدر لعب الدور الاساسي، اتهموا الديمقراطيين ولذلك الامر من ساعه الديمقراطيين رجعوا تجاوبوا ومددوا الفتره للميزانيه. اما بما يختص بمشروع بناء الجدار هو هذا امن قومي وطني ولذلك الامر هو ربح الانتخابات على اقامه الجدار، ومن بده يوقف له اقامه الجدار بده يعارضه بدون شك. اما عن الطبابه الامريكيه طبابه المعروفه باوباما كير كان كمان بده 60% من مجلس الشيوخ وما قدر حصل عليها 60%، فلذلك الامر غيروا قسم من هالقيود هيدي، ولكن بعد في شويه قيود باوباما كير، ونتامل بال 2018 انه تلغى واعاده النظر، يعني الشعب الامريكي حتى بالقيود اللي كان حاططها اوباما يعني بيحبوا يعملوا تعديلات لمصلحة الشعب الأمريكي وليس للمهاجرين الغير قانونيين في الولايات المتحدة، وإنما الحزب الديمقراطي اليوم عم بيستعمل أسلوب تصدي بالنسبة للمهاجرين الغير قانونيين. لا. مثلا على سبيل المثال خدي بلبنان، على بكره يقوم فريق من المجتمع اللبناني ويقول انا بدي وطن الفلسطينيين بلبنان. لا. واما ما بوافق على الميزانيه في الجمهوريه اللبنانيه. أه. شو بده يكون رد فعل الشعب اللبناني ام حيالله دوله عربيه؟ طبعا بده يقوموا ضد هالمطالبه. سأعود إليك سيد تام، سأعود إليك سيد تام. السيدة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، يعني إذا كان لديك بداية أي تعليق على كل ما مر، بالإضافة طبعا إلى أود أن أسألك، يعني كان في كلام أنه في حال وصل إلى سدة الرئاسة الأمريكية رئيس يدير أزمات داخلية وما معنى يفك عن قضايانا العربية فهو سيكون جميل جدا، يعني ينشغل بالمشاكل الداخلية الأمريكية. أتى ترامب قلب الأمور رأسا على عقب سواء في الداخل الأمريكي، يعني خبصها بالداخل وبالخارج بكل شيء تحديدا وعلى كل الصعد، هل هو ذكاء خارق منه؟ هل هو ذكي لهذه الدرجة أنه خدعنا؟ أم هو فوضوي أو غير موزون لهذه الدرجة وبالتالي غير متوقع تصرفاته وأيضا خدعنا؟ لا، أنا ما بعتقد أنه هو يعني بمعنى الخديعة. الواضح أنه ترامب نعم يقوم بأعمال جيدة في الداخل، يعني لصالح المواطن الأمريكي، ينفذ الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية. أما بالنسبة لسياسته الخارجية فأنا لا أعتقد أن ترامب هو من يدير هذه السياسة الخارجية، يعني باستثناء قرار القدس الذي كان قد وعد به الناخبين وكان يحتاجه يعني لأسباب داخلية أيضا،
كل السياسة الخارجية لا يبدو أن ترامب هو من يديرها. يعني بتلاحظي أنه كان هو قال بأنه سوف يذهب إلى التفاهم مع الروس وإذ بالضغوطات الداخلية عليه، وحتى يعني نحن نلاحظ أن السياسة الخارجية في الداخل والإدارة الأمريكية اليوم قد سلمت أوكرانيا أسلحة يعني فتاكة لكي تحتوي الروس، وأيضا مع الصين نلاحظ أيضا استراتيجية الأمن القومي التي نشرت يعني في بداية عهد يعني في هذه السنة، والتي تعتبر أن الروس والصينيين هم تهديدات أمن قومي، وتحدد يعني الأخطار والتهديدات على الساحة العالمية. يعني يبدو من الواضح بأن ترامب بالرغم من أنه الدستور الأمريكي يعطي الرئيس الأمريكي السلطة على القيام بالسياسة الخارجية، ولكن يبدو أن ترامب لا يعني ليس هو من يدير السياسة الخارجية. وأنا أرجح بشكل شخصي أن يكون الجنرالات البنتاغون بعد الهجوم الداخلي اللي صار عليه، بعد تقليص يعني ادارته واستبداله بجنرالات ايضا موالين اكثر للاستابليشمنت او ما سماه ترامب ببدايه عهده الدوله العميقه، بعتقد انه السياسه يعني الخارجيه سواء كان ترامب ام غير ترامب كنا سنرى هذه الاحداث. يعني ما اضافه ترامب في اذا بدك تحكي بالمنطقه الشرق الاوسط، ما اضافه ترامب هو اعلان القدس عاصمه اسرائيل، وهذا وعد كان وعده بحملته الانتخابيه، والاموال التي حصل عليها من السعوديه، وهو كان قد صرح في وقت سابق انه نحن نريد ان نذهب. لكن هذا ليس بقليل، هذا ليس بقليل، يعني نحن نتحدث عن المرجعيه العربيه، نتحدث عن القضيه الام للعربيه، قضيه فلسطين، هذه ليست بمواضيع عادية قادرة على تغيير كل شكل المنطقة ربما. نعم أكيد أنه الإعلان الذي قام به ترامب هو ليس إعلان عادي، هو إعلان يعني بمثابة إعلان حرب على أو إنهاء للقضية الفلسطينية، خاصة الاتفاق اللي سرب حول صفقة العصر كما سميت، كلها كانت تعني أنه إنهاء القضية الفلسطينية. ولكن هل سوف تنقل السفارة، هل الإدارة الأمريكية بالفعل سوف تنقل السفارة إلى القدس في حال لو اعتبر البنتاغون أن هذا أو اعتبرت الإدارة أن هذا سوف يمس بالأمن القومي الأمريكي أو سوف يعرض الأمريكيين للخطر؟ لا أعتقد أنهم سوف يقومون بذلك. يعني كان ترامب حكي عن الشرق الأوسط بتفاهمات، أتى بتفاؤل، أتى بكثير من الآمال للناس أنه قد يكون هناك حل القضية السورية وما إلى ما هنالك، وفجأة نجد أنه لا، القضية السورية ما زالت تشتد، المعركة الأمريكيين اليوم في معركة حقيقية مع النظام السوري ومع حلفائه. بعتقد أنه لا، ترامب لا يدير السياسة الخارجية وليس كما وعد فيها، خاصة نحن بمنطقة الشرق الأوسط. نعم. إلى القاهرة مع سيد خالد داود مراسل الأهرام سابقا في واشنطن. يعني كان الصوت العربي متحمس جدا سيد خالد لمجيء ترامب، اليوم بعد عام كيف هي نظرة الشارع العربي تحديدا إلى الولايات المتحدة ورئيسه؟ هل ما زال نفس الشيء؟ مساء الخير. يعني أولا أعتقد أن ليس كل الحكومات العربية كانت متحمسة جدا لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقط الحكومات يعني التي كانت تشعر بالضيق من سياسة أوباما، رئيس باراك أوباما السابق، في انتقاد سجل حقوق الإنسان، كانت تتطلع إلى تولي السيد ترامب إلى السلطة، لأنهم كانوا يدركون جيدا أن قضية حقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية ليست من أولوياته، وأنه يردد كلام من نوع أن قضية مكافحة الإرهاب ستكون له الأولوية وتدمير داعش ومثل هذه الأمور. لكن أعتقد بالطبع أن الكثير من الحكومات العربية الآن تشعر أنها في موقف بالغ الحرج نتيجة للسياسات الكارثية التي اتبعها السيد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، والتي طبعا كان يعني القمة فيها هو القرار الخاص بالقدس، لأنه يعني بالتأكيد الرأي العام العربي غاضب للغاية بسبب هذا القرار، والذي يمثل يعني من الناحية العملية نهاية لمسار السلام ولعملية السلام ولأي حديث أصلا عن إمكانية إحياء عملية السلام التي كانت متوقفة من قبل. بس اسمحي لي يعني أن أنا أقول لحضرتك أنه حتى على الصعيد الداخلي أنا قضيت في الولايات المتحدة 9 سنوات، وأعتقد أن أسوأ ما قام به الرئيس ترامب هو زيادة وترسيخ الانقسام داخل المجتمع الأمريكي نفسه. يعني طبعا السيد توم حرب لا يريد أن يعترف أو يقر باستطلاعات الرأي، ولكن بس أنا عايز أذكره أن السيد دونالد ترامب في النهاية خسر التصويت الشعبي ب3 ملايين صوت لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، فبالتالي يعني استطلاعات الرأي لم تكن على هذه الدرجة من الخطأ في على الأقل قياس مدى الانقسام. هناك انقسام قائم داخل المجتمع الأمريكي بالفعل، وأنا أعتقد أن السيد ترامب بسياساته يرسخ سياسات
انقسام هذه، لا أعتقد أنها بشكل موضوعي، يعني لا أستطيع أحد أن ينكر أن السيد ترامب فقط، حتى أقرب خلفاء الأوروبيين، السيد ترامب قام مؤخرا بإلغاء زيارة كان المفترض أن يقوم بها إلى بريطانيا. كلنا نعرف موقف الاتحاد الأوروبي من السيد ترامب وسياساته، سواء فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب أو الهجرة أو غيرها من الأمور، وحتى على الصعيد الداخلي يعني محاولاته ل الحد من الهجرة عن طريق إصدار أوامر رئاسية كما رأينا بخصوص 7 دول من العالم الإسلامي رفضتها المحاكم الأمريكية نتيجة أنها تخالف الدستور الأمريكي، وده بالتأكيد يعني من سنتحدث عن هذا الأداء لترامب وإلى أين سيؤدي على كل حال في المحور الثاني. أنتقل إلى السيد توم حرب بشكل سريع. نعرف أنه لا تصدق الأرقام، لكني سأعود إليك مضطرة لموضوع الأرقام. انتخابات نصفية سيد توم هذا العام، الأرقام تشير إلى تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي، هل تصدقها وهل سنصدقها؟ وكيف بالتالي سيستثمر الحزب الديمقراطي في عدم رضا موجود عن أداء ترامب؟ هذا لا يمكن إخفاءه، كيف سيستغل وما هي الملفات التي سترجح كفة الأمور؟ لا، الاستطلاعات اللي عم تطلع اليوم لا ما راح نصدقها، لأنه في واقع على الأرض، صار في انتخابات محلية بعدة ولايات لخمس أعضاء من الكونغرس وفازوا كل من الحزب الجمهوري باستثناء وان سيناتور بألاباما راح للحزب الديمقراطي لأنه اختفى من قبل الجمهوريين بولاية ألاباما. ولكن أنا بتجول كثير ضمن الولايات المتحدة بعدة ولايات وبتكلم مع الناس العاديين اللي بيشتغلوا الكادحين وبنعرف جواباتهم، قسم كبير منهم يعني بعدة ولايات هن اساسا ديمقراط، ولكن نقطه الديمقراطي اليوم، الديمقراطي الحزب الديمقراطي من 20 سنه غير الديمقراطي اليوم، الديمقراطي اليوم راحوا على الاشتراكيه العالميه اكثر، بينما الديمقراطي الامريكاني اللي بالولايات عديده بوسط امريكا هن ديمقراط الوسط، هن ضد الاجهاض، هن مع الشعب المحلي لحد ما بدهم مراقبه الهجره، هذا الديمقراطي. ولكن السياسة الديمقراطية اليوم أخذون كثير لليسار والاشتراك الدولي، فلذلك الأمر اليوم في جدال داخل الولايات المتحدة، وهذا جدال كثير جيد، هو جدال بين إعادة القومية الوطنية للولايات المتحدة من اقتصاد وإنعاش وقضايا إثباتية، أما يروحوا باتجاه العولمة الدولية الاشتراكية الدولية. سنتحدث في انهار الاتحاد في هذه النقطة تحديدا. نعم، سنتحدث في هذه النقطة تحديدا أكثر في المحور الثاني. السيد توم وضيوف الكرام، أعود إليكم مشاهدينا بعد فاصل قصير، انتظرونا. من جديد مشاهدينا أهلا بكم، وأعود إليك أستاذ سامي للحديث وننهي تحديدا الملف الداخلي، يعني لم يسعفنا الوقت قبل قليل. فقط ماذا يعني انتقال الأكثرية اليوم في مجلس الشيوخ إلى الحزب الديمقراطي تحديدا في هذه الانتخابات؟ وكمان كنا سمعنا كلام أنه عن إمكانية إقالة ترامب في حال نجاح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية. يعني أكيد بيصير في قدرة على التعطيل أكثر، لأنه كل النظام الأمريكي قائم على التوازن ما بين السلطات، على التوازن يعني ما بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية. اليوم الفرق صوتين بمجلس الشيوخ لصالح الجمهوريين، إذا انقلبت هذه الأكثرية بالتأكيد يعني سوف يكون للديمقراطيين قدرة على التعطيل. ولكن أيضا يعني الملفت أنه حتى هذا الرئيس الصدامي برهن يعني بظرفين أنه قادر أنه يعقد صفقات حتى مع الحزب الديمقراطي على حساب أو مع في مواجهة الحزب الجمهوري. ولكن هذا فقط بالسياسة الداخلية، ترامب متحكم أكثر بالأمور أكثر مما تكلمت عنه سيدة ليلى لناحية العلاقات الخارجية اللي هناك من يعني يحددها أكثر من الرئيس نفسه. أنا بموضوع الداخل هو متحكم. أميل إلى الموافقة مع الدكتورة ليلى أنه هنالك اليوم عودة للسياسة الخارجية
التقليدية للحزب الجمهوري. يعني يكفي الاطلاع على وثيقة أساسية صدرت قبل البارحة وهي الخطة الدفاعية للولايات المتحدة. نرى يعني شو قوامها. هنالك ابتعاد عن منطق الشراكة الدولية اللي كان فكرة أساس في عقيدة أوباما. هنالك مسألة مواجهة الخطر الإرهابي لم تعد أولوية. ما هي الأولوية اليوم؟ هي مواجهة القوى ما يسمى بالقوى الرجعية، يعني حسب تعبيرهم اللي هن الصين وروسيا، وهذا شيء يعني مبدأ أساسي في السياسة الخارجية التقليدية الجمهورية. رغم أنه هو كلامه يغرد خارج السرب، كلامه فقط عن الخطر الإيراني يعني، ولكن على أرض الواقع نرى أن هنالك وضوح أكثر في السياسة الخارجية في مسألة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع بالفرنسيين الأسبوع الماضي إلى أن يقولوا أننا اليوم نرتاح أكثر إلى السياسة الخارجية الأمريكية، لأنها أصبحت أكثر وضوحا، لأن كان وفي الداخل هي أكثر وضوحا اليوم تحديداً. في الداخل أكثر وضوحا، هذا في الخارج عن أعتقد الداخل. أعتقد في الداخل الهم الأكبر للمواطن الأمريكي هو الشأن الاقتصادي والاقتصاد بشكل سريع. سيدة، لا بس لأنه بدي أجاوب على هذا السؤال حضرتك اللي عم تحكي عن عزل ترامب. عزل ترامب ليس بالسهولة اللي نحن بنحكي فيها أو بنقراها بهذه الطريقة. أولا عزل ترامب يجب أن يثبت أنه قام بفعل شائن أو خيانة عظمى، وطالما لم يثبت أنه قام بأي فعل شائن أو أنه عمل أي خيانة عظمى لأمريكا لا يمكن عزله، هذا بداية حتى لو كان الأكثرية مع الديمقراطيين. أمر ثاني أيضا بيمنع أنه أو يستشعر فيه السياسيون الأمريكيون بأن هناك خطر ما على القيام بإجراءات بعزل ترامب. قد تكون جماعة ترامب بالداخل، نحن من 3-4 أشهر شفنا مسلحين، شفنا البيض وخاصة هودي من يوالون ترامب. يعني ماذا لو حصل هذا الموضوع ويعني قال ترامب بأنه مظلوم في هذا الأمر، وتم اتهام الديمقراطيين بأنهم أنه يريدون أن يزيحوا ترامب ظلما. فأنا أعتقد بأنه لن يكون هناك، سيكون هناك خطر حقيقي على الاستقرار في الداخل الأمريكي، وسوف يكون هناك إشكالات وخاصة في ظل السلاح المتفلت في الداخل الأمريكي. لذلك لا أعتقد أنه بالسهولة يمكن الامبيتشمنت أو أنه عزل ترامب بهذه السهولة اللي بنتحدث عنها. صحيح، وهذا ما يقال. لكن في أيضا بشكل عام الثقة العالمية بالقيادة الأمريكية دون أدنى شك تراجعت. رح نرى أيضا استطلاعات للرأي بهذا الموضوع ونعود لتفصيله، حيث يشير استطلاع أجراه معهد غالوب في 134 بلدا إلى أنه بعد عام من رئاسة دونالد ترامب انخفضت الثقة العالمية بالقيادة الأمريكية إلى مستوى متدن جديد. ويظهر استطلاع معهد غالوب أن ثقة العالم بقيادة الولايات المتحدة تبلغ 30% فقط، وهي نسبة تقل عن تلك التي حصلت عليها الصين وهي 31%، وتلتها روسيا بنسبة 27%، بينما تحتل ألمانيا أعلى نسبة ثقة عالميا مع الحصول على موافقة من 41% من المستطلعة آرائهم. أعود إليك سيدا كولا للحديث عن هذا الموضوع. يعني يبدو واضح اليوم التنافس بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والأرقام ليست فقط المجال الوحيد للتنافس، هناك في أكثر يعني من ساحة هذا التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا. بأي ساحات سنشهد هذا التنافس؟ خلينا نحكي بصراحة، يعني نحن السياسة الأمريكية كانت مع أوباما لم تكن تلك السياسة الخيرة. نحن بدنا نعرف أنه هناك مصالح أمريكية دائمة يحققها الأمريكيون بطرق عدة. الفرق بين ما يقوم به ترامب في عهد ترامب، ما تقوم به الإدارة الأمريكية وليس ترامب، ما تقوم به الإدارة الأمريكية اليوم وما كان يقوم به إدارة، ما كانت تقوم به إدارة أوباما، بيفرق بالشكل. يعني أوباما كان يسحر الناس بكلماته التفاؤل الشراكة، ولكن في النهاية يعني هناك في كثير من الأحيان وجدنا أنه سياسات أوباما قد تكون بمكان ما، يعني جلبت الفوضى، قد تكون دعم الفوضى في الشرق الأوسط. وحتى هناك كان يعني كان عدم ثقة، مثل ما اليوم عم نحكي بأنه عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك مزيد من الحلفاء يقولون بعدم ثقة وأن الحلفاء الأمريكيين تخلوا عنا، خاصة الدول العربية بأوروبا يعني. تحديدا لكي لا نكون بشكل عام نتحدث بأوروبا تحديدا، حصلت الكثير من الأمور، هذا عدا طبعا عن أسلوبه الاستهزائي.
ترامب استهزأ بناتو، أيضا تعرض لتيريزا ماي عبر تويتر، انسحب من اتفاقية المناخ، صدامات متكررة داخل المؤسسة الأممية التي أنشئت نتيجة التحالف بينهم يعني الأمم المتحدة. إلى أين ذاهب الأمور مع أوروبا تحديدا؟ يعني الأوروبيين اليوم يقولون، وخاصة أنجيلا ميركل عبرت عنها بشكل جيد، بأنه نحن علينا اليوم أن نتكل على أنفسنا في كثير من المجالات. ترامب يعني بالنسبة لحلف الناتو لقد أجبر الأوروبيين على زيادة موازناتهم الدفاعية. بعتقد أنا أنه قد يكون هذا لمصلحة العالم، يعني لمصلحة المجتمع الدولي بشكل أساسي، أن يكون هناك اختلاف في السياسة الخارجية بين الإدارة الأمريكية وأوروبا. نحن نشاهد دائما كنا أنه أوروبا كانت دائما في تبعية عمياء للولايات المتحدة الأمريكية. ما أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية مشروعا إلا وتقوم أوروبا بأن تكون الرأس الحربي فيه، ونحن نعرف ما سمي الربيع العربي على سبيل المثال. بينما اليوم هذا الانقسام في الغرب بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أفاد القضية الفلسطينية. يعني هناك كانت مواجهة بين الأوروبيين وترامب في موضوع القضية الفلسطينية، وهو الدعم الذي استكل عليه الفلسطينيون. تباعد كبير بكثير من الأمور واضحة في الأول. نعم، أعتقد بأنه طالما ترامب موجود بالحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، هناك أيضا عامل داخلي يخاف منه. نعم. الأوروبيون يخافون من أن يكون ترامب ملهم لليمين المتطرف في أوروبا الغربية وفي أوروبا بشكل عام، لأنه نحن عم نلاحظ أنه اليمين المتطرف يصعد ويصل إلى البرلمانات. نعم. وهذا ما يشكل خطورة على الاتحاد الأوروبي. لذلك هم لا يريدون، يعني يريدون أولا أن لا يتبعوا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب لا يستطيعون أن يتنبأوا بما سيقوم به، وثانيا يريدون أن يشيطنوا نموذج ترامب لكي لا يكون نموذج لديهم في الداخل. نعود إلى القاهرة بشكل سريع مع السيد خالد داوود. كان وعد ترامب بعقد صفقة أو صفقة القرن كما سميت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أسلوب مستخف بتعقيدات الملف، جاهر بمناصرة الاحتلال. اليوم قرار ترامب، ما تأثيره تحديدا بمستقبل القضية الفلسطينية في السياق الاستراتيجي؟ طبعا لا ننسى أنه في غضب بالشارع العربي، لنكون صريحين، خاصة مع اعتماد ترامب على غطاء مصري خليجي. نعم، يعني أعتقد أن ما نقرأه في الصحف المصرية والعديد من الصحف العربية هو الحديث عن صفعة القرن وليس صفقة القرن. ومن المؤكد أن حتى في زيارة نائب الرئيس الأمريكي بنس التي تم تأجيلها مرتين على الأقل، إشارة إلى عدم إمكانية قيام سيد ترامب بتنفيذ أي صفقات من أي نوع. هو يعتمد بشكل رئيسي على علاقته مع المملكة العربية السعودية ووعوده التي ربما قدمها للولي العهد محمد بن سلمان، ولكن على الصعيد المصري ورغم تعويل الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا على العلاقة الخاصة مع السيد ترامب، فأعتقد أنه على المستوى العملي هناك رفض كبير لسياسات الرئيس ترامب تجاه القضية الفلسطينية. وكما حتى رأينا من المؤتمر الذي استضافه إمام الأكبر للأزهر الإمام أحمد الطيب مؤخرا، وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرأي العام الشعبي المصري سيرفض تماما أي أبعاد لما يسمى بصفقة القرن، خاصة إذا صدق ما قيل في التقارير الأمريكية تحديدا عن احتمالات لتوطين جزء من الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء أو استبدال الأراضي في الضفة الغربية بأراضي أخرى في صحراء النقب، أو بالطبع المصيبة الكبرى والكارثة المتعلقة بالتخلي عن القدس واستبدالها ربما بضاحية أبو ديس المقربة للقدس. فبالتالي يعني للأسف الشديد أعتقد أن السيد ترامب وضع القادة العرب والكثير من القادة العرب في موضع يعني صعب للغاية، وأنهم لا يمكنهم قبول ما يسمى بصفقات القرن، إلى جانب تصريحات العنصرية المتواصلة تجاه العرب وتجاه المسلمين. هل يهم ترامب أن يكون في شرخ؟ هل يهم ترامب أن يكون هذا الشرخ اليوم بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية، سواء شعوب أو حكومات؟ يعني أنا أعتقد أن السيد ترامب يهتم بشكل رئيسي بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة، وحتى من خلال شعاره أمريكا فيرست. يعني فهو منذ البداية يتعامل مع العالم العربي ومع المسلمين بعنصرية شديدة. أعتقد أن حتى الداخل الأمريكي نفسه يعني أصابه الفزع والصدمة الكبيرة بعد تصريحه الأخير في وصف الدول الإفريقية وهايتي ودول أخرى بأنها مراحيض أو شيت هولز، يعني كيف نترجم هذه الكلمة كما نريد. فبالتالي يعني حتى الجمهوريين
الأمريكيين الذين يؤيدون السيد ترامب نظريا، مثل السيد سيناتور لينزي جراهام، السيد يعني جون ماكين. هؤلاء يعني أصابهم الفزع من تصريحات ترامب، وأتذكر تصريح للسيد لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز، وهو قال أن الولايات المتحدة هي بلد أفكار وبلد أحلام وبلد المهاجرين، وليست بلد لسياسات عنصرية مثل تلك التي يقوم بها السيد ترامب. فبالتالي أعتقد أن التعويل على ترامب وحتى إمكانية استمراره، أنا طبعا أتفق مع الدكتورة ليلى أنه من الصعب عملية impeachment أو عملية عزل الرئيس الأمريكي عملية مؤقتة للغاية، ولكن أعتقد أننا يجب أن ننتظر التحقيقات التي يقوم بها السيد ديفيد مولر رئيس الـ FBI السابق، خاصة وأن الدائرة تضيق ليس فقط حوالين كبار المساعدين في حملة السيد ترامب الانتخابية، ولكن تشمل أيضا صهره السيد جاريت كوشنر، وأيضا نجله دونالد ترامب جونيور. وحتى هناك محاولات على ما قرأنا من السيد ترامب لعزل السيد ديفيد مولر من أجل التخلص من التحقيق القائم له. فأعتقد على الأقل ما أقرأه في الصحف العربية أنه لم تعد هناك تلك الثقة في السيد ترامب، أو حتى في ضرورة إمكانية استمراره على مدى أو ربما استكمال لن السنوات في هذا الكلام. استمراره ربما في لن يوافقك في هذا الكلام السيد توم حرب، وهو معنا. لا لا، توم حرب ترامبي أكثر من ترامب السيد توم حرب. سيد توم، أعود للحديث يعني معك. لا نعرف إذا كان انعاش الاقتصاد الداخلي يجعل هذا مبرر لكل تصرفات ترامب على الصعيد الخارجي. بداية اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو يمعن في اتخاذ قرارات معادية طبعا لأتباع الديانة الإسلامية من حول العالم، ونذكر منع تأشيرات الدخول عنهم والكثير من الأمور التي يعني قام بها. اليوم العلاقة مع المسلمين كيف نفهمها؟ هل إذا كان يحسن الوضع الداخلي هذا يعني أنه يجوز له أن يقوم بكل ما يقوم به؟ وهل اليوم الاتفاقية الثلاثية هي كوشنر بن سلمان بن زايد هي مرجعيته اليوم لحل الأمور المتعلقة بالملفات العربية؟ راح أجاوبك على هذه النقطة بالذات، بس اسمحي لي بالأول نبحث كذا نقطة وبدي أعطي ملخص كذا نقطة. أول شيء بالنسبة لعزل الرئيس ترامب، طبعا والأستاذ خالد هو قال هو اليوم عم بتسمع على الإعلام العربي، مبلومه لأنه ما عندهش المعلومات، آخر معلومات عن الواقع في الولايات المتحدة. آخر المعلومات اليوم بالتدقيق التواطؤ اللي موجود عم نلاقيه، وراح يطلع بالفعل شيء هائل من بعد ما تطلع المعلومات، إنه التواطؤ بين الحزب الديمقراطي ورؤساء في جهاز المخابرات الامريكيه FBI، وهي راح تكون بالفعل كارثه على الحزب الديمقراطي من بعد ما تطلع، واليوم تقريبا راح تظهر على الساحه وللاعلام الامريكي والدولي وللشعب الامريكي اولا بعد شيء اسبوع اما اسبوعين. أما باي معنى التواطؤ فقط بشكل سريع، باي معنى التواطؤ يعني، وتشرح لنا اكثر لو سمحت؟ طلع انه في تواطؤ، طلع الحزب الديمقراطي كلف شركه تروح تعمل تجيب معلومات عن الرئيس ترامب وعلاقته بالروس ضمن الحمل بفتره الحمله الانتخابيه. استعانوا برئيس جهاز مخابرات سابق من بريطانيا، وراح هو دفع لمسؤولين مخابراتيين، ونفس الشركه استعان بها ترامب يا سيد حرب، نفس الشركه استعان بها السيد ترامب. معلومات خاطئة، جاب المعلومات خاطئة وعملوا معلومات غير صحيحة وقدموها للحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي بالتواطؤ كمان مع جون ماكين التقليدي الجمهوري قدموها للFBI، وعرفنا بالنتيجة أنه الFBI كمان كانت عم تدفع لنفس المؤسسة تجيبوا له المعلومات، وراحوا دزوا فيها الرئيس ترامب من بعد ما انتخب أنه هذه معلومات واثق موثوق فيها. ولسلك الأمر انطلق من شان هيك انطلقت عملية التحقيقات بمولر، وبالنتيجة مثل ما بنعرف انه بده يطلع ما في شيء بتواطؤ بين ترامب وروسيا، بده يطلع التواطؤ بين الحزب الديمقراطي والFBI. يا سيدي المستشار الامن القومي الامريكي اضطر للاستقالة من منصبه بعد 3 أسابيع بسبب الاتصالات التي كان يقوم بها مع الروس. اما بالنسبة للنقاط الثانية انه اتفاقيه المناخ وما هنالك، الرئيس ترامب كان واضح ضمن الحمله الانتخابيه حيلا اتفاقيه هي ليست لمصلحه الشعب الامريكي راح يلغيها، وخاصه اذا كانت هالاتفاقيات
هي ممضيه من قبل الرئيس الامريكاني قبل منه، وليست معاهدات ممضيه من قبل الكونغرس. فلذلك الامر لو اداره اوباما كانت جديه وكانت رح تقدر تحصل على الشعب يدعمه من خلال الكونغرس لهالاتفاقيات، كانت هالاتفاقيات انعملت معاهدات وليست اتفاقات احاديه ممضيه من قبل الرئيس الجمهوري في ذلك الوقت، وقت الرئيس ترامب ولغيها. هل المجتمع الدولي لانه طيب حنسلم جدل معك سيد توم، حنسلم جدل معك بموضوع المناخ، لن ندخل في تفاصيله، لكن معاداه المسلمين اي مصلحه للداخل الامريكي في هذا الموضوع؟ وصف الافريقيين بالحثاله اي مصلحه للمواطن الامريكي في هذا الموضوع؟ رح جاوبك على هالنقطة بالذات. نحن شفنا بعهد أوباما ولا مرة قدر عمل اجتماع مع أي مجموعة من الدول الإسلامية والعربية، وإنما الرئيس ترامب من أول 5 أشهر باستلامه لسدة الرئاسة أكبر اجتماع عملوا له إياه بتاريخ الأمة الإسلامية والعربية في الرياض، وكان في حضور أكثر من 50 دولة إسلامية وعربية. فإذا في أي كراهية تجاه العرب أما الإسلام ما كانش مفروض يجتمعوا معه، وهم كل الدول العربية والإسلامية اللي اجتمعت معه عارفين خطته استراتيجية وبرنامج عمل في مصالح اقتصادية كانت أكبر من هالأمور مع السعودية. لا، ما إنه قدروا، ما كانش بده يجي من هالدول 50 دولة إسلامية، كان فيني قاطعه، ولكن ما حدا قاطع إلا دول الممانعة اللي قاطعوا ما حضروا الاجتماع. فلذلك الأمر خلينا نركز على الموضوع الإيجابي. تم الاجتماع واتفقوا على استراتيجيات. أول استراتيجية دحر داعش، اللي قبل منه الرئيس أوباما كان عم بيقول على القليل بدأ 10 سنين تننتهي من داعش. لقينا أنه بظرف سنة تقريبا انتهينا من داعش، وأغلبية الأراضي اللي كانت استلمتها داعش رجعت لأصحابها بالمنطقة. ثاني شيء، ولكن مش فقط الولايات المتحدة الأمريكية اللي دحرت هذا الإرهاب. هلا المهم انه اخذ قرار عطى العسكر الامريكي وزاره الدفاع جميع الصلاحيات يستعملوا ما يناسب لهم بدحر داعش مع جميع الفرقاء في المنطقه، وتحقق هالهدف هذا. هلا بتقولي لي لا في تحليلات غير هيك، هذا بدنا نفوت بجدال لانه جدال طويل بالموضوع هذا، وانما الثاني نقطه وهي الاهم، دحر الايديولوجيه اللي عم بتولد هالافكار هيدي. وشفنا نحن انه عملوا مركز لمحاربة الإرهاب الفكري في الرياض، اللي غير ناس كثير بيتهموا إنه الرياض والحركات الوهابية عم تنطلق من هناك. قدروا أسسوا مركز لمحاربة الإرهاب وبلشوا يحاربوا الإرهاب من هناك. هلا آخر نقطة بجوز تقولي لي، طبعا ثالث نقطة هي النقطة الأساسية، تقلص دور إيران في المنطقة وتشعبات المنظمة، رغم أن التقارير تقول التقارير الأمريكية لا تقول أنه إيران هي الخطر، إنما يعني ليست هي الخطر. نعود للحديث أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع. أعود إليك أستاذ سامي، يعني الهاجس الاقتصادي لترامب على حساب كل الأمور، يعني ليس فقط على حساب أن ما ادعس عليها كما تحدثنا قبل قليل بهدف الوصول إلى واقع اقتصادي داخلي جيد في أو ممتاز أو مزدهر، يعني هل هذا صحيح بالمنطق الاقتصادي؟ هل هذا منطق يحق لرئيس دولة أن يقوم بما يقوم به من أجل أو بهدف أو تحت شعار تحسين الواقع الاقتصادي؟ يرعى بشكل أول مصالح رعاياه ويرعى مصالح مواطنيه، ولا شك أن المصلحة الأولى اليوم للأمريكيين هي على المستوى الاقتصادي، وهذا أتى به أيضا هذا المبدأ أول من أتى به هو الرئيس كلينتون، ومن الزاوية الاقتصادية استطاع أن يطيح بالرئيس جورج بوش الآب الذي لم يتمكن إلا من ولاية واحدة، ولديه قول شهير إنه الاقتصاد. طيب عندما يكون الشعب الأمريكي مركز أو أكثر شيء يهمه أنه الاقتصاد، طبعا كلنا يهمنا الاقتصاد، لكن هل هو نتيجة افتقاره أيضا للواقع السياسي بمعنى آخر؟ هو مغيب عن الواقع السياسي، لذلك ليس لديه هم سوى الاقتصاد. هنالك ما يسمى في أمريكا، المصطلح أقوله في الإنجليزية، إنسولاريتي، أي أن أمريكا يعني
منغلقة على نفسها، يعني معنية أكثر بما يجري بالداخل أكثر مما بكثير مما يجري في الخارج. هي لا تريد الحروب الاستباقية، لا تريد إرسال جنودها إلى الخارج، يعني حتى هنالك قاعدة واسعة لدى الحزب الجمهوري ترفض أن تكون لأمريكا حروب في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك تركيز على الشؤون الداخلية، وهذه سمة من سمات المجتمع الأمريكي والثقافة الأمريكية. يعني ترفض الحروب وترفض الآخر أيضا؟ ترفض لا ليس معنية أولا بشؤونها الداخلية. اليوم إذا كانت الهم الأول هو هم اقتصادي، وهو هم اقتصادي لأن هنالك أثار اقتصادية سلبية للعولمة على مستوى التوظيفات، على مستوى القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، جعلت اليوم لرئيس يقود الحزب الجمهوري أن يصل إلى سدة الرئاسة بعدما كانت يعني سننتظر فرص وصول رئيس جمهوري كانت شبه مستحيلة مع ما يسمى بالصوت اللاتيني والصوت الأفريقي. يعني كانت هنالك حالة من الإحباط داخل الحزب الجمهوري لأن هذا الرئيس تمكن من محاكاة ومن الاتصال المباشر والتواصل مع هذه القاعدة الذي همها الأول هو الهم الاقتصادي، تمكن من إقناعها بالرغم كما أشار يعني الزميل أن الأكثرية الشعبية كانت للمرشح المنافس، ولكنه استطاع أن يربح الانتخابات. وهنا أريد أن أقول يعني لا شك هو أنجز على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضا الرئيس أوباما له الفضل بصنع سياسات تمكنت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية امتصاص أزمة اقتصادية هائلة عام 2008. وهنا يعني هذه الأساسيات الاقتصادية وضعها الرئيس أوباما، ولكن الرئيس ترامب بالوعود التي أطلقها وبما نفذه خاصة على مستوى الإصلاح الضريبي وخاصة على مستوى الاستثمارات الذي وعد بها الشعب الأمريكي في مسألة البنى التحتية، انعكست هذه اليوم وفرة اقتصادية. الأسواق سنعود المالية على كل حال. يعني تعطي المؤشر سنعود الأساسي لمتابعة كل هذه التفاصيل مشاهدينا، فاصل قصير ونعود. أمريكا تعلن الحرب. يخلع الخطاب الأمريكي في هذه الأيام أي قفازات دبلوماسية أو سياسية، ويخرج مبشرا العالم بالحنين إلى الأحادية. فاستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية تظهر وللمرة الأولى على حقيقتها وبلسان جيمس ماتس نفسه: لا أولوية لمكافحة الإرهاب، بل لمواجهة الدول التي يسميها رجعية ومارقة كالصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. يتحدث من دون مواربة عن أن بلاده تبني قوة أكثر فتكا للتنافس الاستراتيجي مع روسيا والصين. ولكن مهلا، إذا لم تكن الأولوية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، فهذا يعني أنها لم تكن تكافح الإرهاب يوما منذ نشوء القاعدة وصولا إلى داعش وأخواته. وهذا يعني أيضا أن كل محاولاتها اليوم تستند إلى استعادة ما فقدته. طرد محور المقاومة مع روسيا والصين داعش من الباب، وتريد أمريكا اليوم أن تعيده من النافذة. هذا ما يفهم من كلام ريك ستيلرسون عن القرار الأمريكي بالبقاء في سوريا لمنع الرئيس السوري من السيطرة على البلاد على حد تعبيره. لم يعد الأمر مجرد مواقف ترامبية، بل إنها الإدارة الأمريكية بغالبية أركانها تقدم قراءتها غير الواقعية لنادي اللاعبين الكبار.
تهدد أمريكا بالتفوق النووي والصاروخي والفضائي حالمة بأن تعود على حصان القطب الواحد. لا يبدو أن الإدارة الأمريكية تعي تماما المتغيرات الحاصلة وموازين القوى الجديدة التي تطرأ في نادي الكبار، تقلل من حجم قطبين كروسيا والصين المتفوقين بدورهما أيضا في المجال النووي والصاروخي والفضائي. في قاموس العسكر لم تعد أمريكا تتصدر القائمة، فهذه الدول التي تهدد الأمن القومي الأمريكي كما يقول ماتس فرضت التعددية فرضا وفي كل ساحات المنطقة، وكما في العسكر كذلك في الاقتصاد. حمى الاستقلالية تضرب المنظومات الأوروبية والأوراسية وغيرهما للتخلص النهائي من التبعية للدولار الأمريكي. الجميع يقر بعظمة القوة الأمريكية، لكن اللعبة لم تعد تحتمل الأحادية. التعددية القطبية تعري الهدف الأمريكي لتجعله حلما لا بل حلم الوهم. سيدة ليلى نقولة، يعني التقرير الاستراتيجي للسياسة الخارجية الأمريكية الصادر بالعشرين من يناير كانون الثاني من هذا العام اعتبر كل من روسيا والصين كمصدر الخطر الأول على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من يتابع فعليا التصريحات والكلام وغيره يفهم أنه إيران وكوريا الشمالية هما الخطر الأكبر. لماذا هذا التناقض؟ لماذا التضخيم في موضوع إيران التي ما زلنا نسمعه حتى اليوم؟ وإن كان نعرف لديك تعليق على كل الكلام الذي مر، لو سمحت الإجابة عن كل هذه الأسئلة. بداية أنا بس اسمحي لي بالأول أني فند الانتصارات اللي تحدث عنها الأستاذ توم حرب، عن انتصارات ترامب في سنته الأولى، وخاصة أنه هو حكي عن منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، تتحدث عن إنهاء داعش، تقليص دور إيران، ودحر الأيديولوجية الإرهابية. بالنسبة رح بلش بتقليص دور إيران، بخلال حملته لإنهاء داعش بالعراق الأمريكيين استعانوا بالحشد الشعبي الذي تدعمه إيران، وبالتحديد بقاسم سليماني الذي يعني نفوذ إيران الإقليمي في المنطقة. فإذا لا نجد يعني نحن فعليا أن إنهاء داعش وتقليص دور إيران كانوا بالتساوي مع بعضهم البعض، بالعكس ها هي إيران اليوم وحليفة حلف طويل عريض من لبنان سوريا العراق. نعم، يعني أنه الأمريكيين استعانوا بالإيرانيين أو بالحشد الشعبي اللي عم تمولوا إيران طينه داعش بالعراق، إذا كنا عم نتحدث عن العراق، لأنه هني بيحكوا عن العراق، لأنه داعش بسوريا لم ينهيها الأمريكيون، بل أنه داعش في العراق بالتعاون مع الحكومة العراقية والحشد الشعبي. أما بالنسبة لإنهاء داعش، ترامب دائما كان يقول أن أوباما، والأستاذ توم حرب كمان جاء على سيرة أوباما وموضوع داعش. ترامب يقول أن أوباما خلق داعش وبكثير من التصريحات، وإذا كنا بدنا نلفت للي قالوا أوباما، لم يكن، إذا كنا عم نحكي بما يقوله الأمريكيون، أوباما خلق داعش لهدف غير خلق داعش، أو إذا ما كان هو خلق على الأقل استغل داعش لتبقى الولايات المتحدة الأمريكية لتعود إلى المنطقة من بعد انسحابه عام 2011، فعادت إلى المنطقة وتمددت في الشمال السوري، هذا على عهد أوباما مش على عهد ترامب. ثم فيما بعد عندما قال أوباما نحن نحتاج إلى 30 سنة لكي ننهي داعش، يعني القوات الأمريكية سوف تبقى في المنطقة بحجة داعش 30 أو 50 سنة. فما الذي فعله ترامب اليوم؟ ترامب أو تيلرسون يقول بأنه نحن بالرغم من أنه قضينا على ظاهر داعش، ولكننا سنبقى في المنطقة، ولم يحدد يعني يمكن للأبد. فأنا بدي أقول أنه السياسة الأمريكية بين ترامب وأوباما في منطقة الشرق الأوسط لم تتبدل، وكل هذه الإنجازات اللي عم يتحدث عنها الأستاذ توم حرب أنا ما بشوفها إنجازات، بالعكس ترامب من خلال يعني قدومه إلى السعودية هدد الأمن القومي الخليجي، يعني حلفاء أمريكا اثنيناتهم السعودية والإمارات وقطر كانوا فاتوا ببعضهم بمرحلة عسكرية من وراء نصر. هو كل همه يقضي على إيران وتحجيم دورة. حتى إذا بدنا نحكي بالانتصارات العسكرية، اليوم هناك حليفين للولايات المتحدة الأمريكية، الأكراد والأتراك، واثنيناتهم حليفين للولايات المتحدة الأمريكية يتقاتلان في الشمال السوري. فأنا ما بعتقد أنه إنجازات ترامب، إذا كنا بدنا نقول ترامب، أنا لا أعتقد أن ترامب هو من يدير السياسة الخارجية، بالتحديد السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط يديرها جنرالات البنتاغون. أنا لا أعتقد أن ترامب يعني له إنجازات مهمة في السياسة الخارجية وخاصة في الشرق الأوسط. نعود بشكل سريع على السيد خالد داود. سيد خالد، يعني اليوم ينقسم فعليا العالم العربي بأنظمته
الشعوب وحول كل القضايا، ربما أهم ملف العلاقة مع إيران وما يجري في أيضا سوريا، وهذا الانقسام أدى إلى تقدم فعليا دور كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هن اللاعبين الكبار. اليوم العلاقة بين إدارة ترامب مع روسيا بهذين الملفين تحديدا، وكيف ستنعكس بالتالي على هذه الملفات؟ يعني اعتقد ان من ضمن الكوارث الكثيره التي يرتكبها السيد ترامب انه يسعى الى يعني التخلي عن كل الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل لها سلفه باراك اوباما، بما في ذلك الاتفاقيه التي تم التوصل لها مع ايران والتي هي في الاساس اتفاقيه دوليه وليست اتفاقيه امريكيه ايرانيه ثنائيه، ولان ده بيبعت رساله شديده الخطوره لبقيه دول العالم حوالين مدى الالتزام بالاتفاقيات الدوليه التي تقوم بتوقيعها الولايات المتحده، خاصه اذا كانت تم إقرارها أيضا من قبل مجلس الأمن. ونفس الشيء طبعا ينطبق على القضية الفلسطينية والموقف الأخير من القدس، لأن قرارات الأمم المتحدة المتوالية وقرارات مجلس الأمن المتوالية بتؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن القدس الشرقية تحديدا من ضمن الأراضي التي تم احتلالها عام 67، وبالتالي لم يمكن يعني من الممكن التعاون او التعامل بمثل هذه الاستهانه مع الوضع الحساس. هل برايك سيكمل في الاعتبار البعد الديني للمدينه؟ هل سيكمل في هذا الدور اللي بتتحدث عنه حضرتك؟ يعني حتى الساعه هو يهاجم الاتفاق، حتى الساعه هو فقط يهاجم الاتفاق النووي. اليوم سمعنا ايضا كلام انه هذه الصفقه من مايك بينس انه هذه صفقه مريضه، هو فقط هجوم حتى الساعه. هل تعتقد انه سيكمل هذا النمط؟ أنا أعتقد أنه لا، يعني فيما يتعلق بإيران تحديدا أنا أعتقد أنه يعني لا يتحدث فقط ولكن يسعى إلى اتخاذ خطوات. يعني حضرتك هو في يعني قبل عدة أيام قام بتمديد الاتفاق مع إيران لمدة 120 يوم، ولكن في نفس الوقت يحاول ممارسة الضغط على الأوروبيين لكي يتم إعادة فتح التفاوض في الاتفاقية لكي يتضمن على سبيل المثال البرنامج الصاروخي لإيران، وأنا أعتقد أن ده هتبقى أمر شديد الصعوبة. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أعتقد أنه أيضا يسعى لاتخاذ خطوات عملية، وهو بنفسه يقول أنه أزاح قضية القدس جانبا من وجهة نظره، وأنه طبعا بعد قرار خصم نصف ما تقدمه الولايات المتحدة إلى وكالة الأونروا فهو يسعى أو يزعم أنه يقضي على قضية اللاجئين. ولكن المشكلة أن هناك بالتأكيد حدود لما يمارسه السيد ترامب، وهو يضطر في النهاية إلى اعتراف أمر الواقع حتى فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية على سبيل المثال، وطريقته غير المسؤولة في التعامل مع رئيس كوريا الشمالية، وأنه هو لديه زر أكبر من الزر الذي تمتلكه، والتهديدات باللجوء إلى الحرب وكل هذه الأمور، بينما حلفاء الولايات المتحدة القريبين كوريا الجنوبية واليابان لا يريدون الحرب ولا يريدون التصعيد مع كوريا الشمالية. نعود إلى السيد أن السيد ترامب سيواصل السعي إلى اتخاذ خطوات، ولكن لا أعتقد أن هذه الخطوات ستكلل في النجاح سواء فيما يتعلق بإيران أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بكوريا الشمالية. سنذهب من جديد إلى السيد توم حارب. توم، سيد توم، لماذا البقاء الأمريكي؟ إذا أمكن أن تعطينا يعني جواب واضح، لماذا البقاء الأمريكي اليوم يريد أن يستمر في سوريا؟ بعيدا عن الشعارات التي رفعت. بس لانه الدكتوره ليلى كلها نفس التعليقات بالنسبه لانا الكلام كان بحب اوضح توضيحات. انا قلت بالاستراتيجيه اللي عملها مع الدول العربيه رئيس ترامب هو تقليص الدور الايراني، انا ما قلت انه تقلص الدور الايراني اليوم في المنطقه، ولكن بعده من ضمن استراتيجيه. اما بالنسبه لانه مين انشا داعش، بيعتبر الرئيس ترامب انه المحادثات بين باراك اوباما والايرانيين بدون اي شروط هي اللي خلت طرف ثاني بالمنطقه بوجود داعش وانتاج داعش، وهذه الاسباب تنكون واضحين. هلا بالنسبه للبقاء بسوريا، اليوم نحن بنعرف انه الدول العربيه عندهم خطه لاعاده اعمار سوريا، والبنك الدولي بده يدعم مؤسسات عديده بسوريا لاعاده اعمار. بقى ما حدا عنده ثقة من عند الشعب السوري، ما حدا عنده ثقة أما الدول العربية بدأت تصافي الأموال لإعادة أعمار سوريا إلا بمؤسسة كبيرة مثل الولايات المتحدة شفافة، فهي تقوم بحملة مساعدة إعادة أعمار سوريا. من قال ذلك؟ من قال ذلك سيد توم؟ الدول العربية يعني تيعطوا الأموال لإعادة أعمار سوريا والبنك الدولي اللي بده مدعوم أمريكيا تيعطي الأموال، الولايات المتحدة صارت تشرف عليهم. هلا بقاء جيوش اما تنسيق مع جيوش على الحدود ضمن سوريا، يعني نحن بنشوف تاريخيا، يعني نحن بنشوف الولايات المتحدة راحت على سوريا الجنوبية
بالخمسينات. يعني لا كوريا الجنوبية اليوم كيف شو صارت مركز ثقافي حضاري تجاري صناعي لكل دول العالم، ولا كوريا الشمالية كيف بعدها من مخلفات الاتحاد السوفيتي والصين. ننتقل على أوروبا اليوم، الأمريكان بعض الموجودين بألمانيا وبعض الموجودين في إيطاليا، ولك أوروبا كيف منتعشي على وجود الأمريكان. يعني أنا بتصور مطالب الشعب السوري اسم كبير أنه الأمريكان يضلوا بسوريا، ومطالب الدول العربية من ضمن الاستراتيجية اللي وضعت بالرياض. أنا بتصور هذه برشة تعطي مظاهرة. هلأ بتقولي لي بعد ما بين شيء على الأرض، أنا معك بدأ تأخذ سبيل لك بأوروبا، الأمريكان لهم بأوروبا من سنة 45 بعد الموجودين هناك، ولكن في نوع من اطمئنان أمني بأوروبا وخاصة خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. فهذه النقطة اللي بالنسبة. أعود بشكل سريع لك أستاذ سامي للتعقيب على هذا الكلام، وتحديدا إعادة الأعمار وما جاء على مسألة إعادة الأعمار أشار إليها الوزير تيلرسون في خطابه في جامعة ستانفورد الأسبوع الماضي، وهو قال هل هذا صحيح أن الشعب السوري ليس لديه ثقة إلا بالولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولة لإعادة أعمار بلده؟ لا أعتقد، هنا الموقف الأمريكي يقول أن المساعدات الاقتصادية، وهم سوف يسعون أن تكون المساعدات الاقتصادية إن كانت أتت من أمريكا أو أتت من الطرف الأوروبي سوف تكون مرتبطة بمرحلة الانتقال السياسي، بإقرار الانتقال السياسي. وجاء أيضا في هذا الخطاب الذي ركز على المسألة السورية وعلى سياسة أمريكا في روسيا أن أمريكا تسعى إلى شراكة مع الروس ومع الأوروبيين. والمسألة الثالثة هي مسألة البقاء، وهنا يعني كان هنالك دوما انتقاد في الداخل الأمريكي للإدارة الأمريكية تقول ما هي رافعات التأثير لأمريكا في سوريا. وصحيح كانت هنالك، لم تكن هذه رافعات التأثير موجودة. اليوم مع الاستثمار العسكري الذي حصل مع دعم الأكراد، لا شك أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدرة أكبر، ليست القدرة الأولى، أعتقد أن الطرف الروسي هو صاحب القوة الأولى في سوريا تحديدا، ولكن لا شك أنه في مرحلة السنة ونصف الأخيرة زادت الولايات المتحدة من بناء قدراتها، ومن هنا رافعات التأثير لديها أصبحت أكبر. خلينا نفوت على موضوع كوريا. اليوم كثيرون يصفون ما يعني يجري لناحية تعاطي إدارة ترامب بالملف الكوري الشمالي بسياسة الجزرة والعصا، لكن فعليا أو حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك في هذا الموضوع سوى العصي، والجزرة حقيقة بيد الصين. كيف سيستطيع برأيك ترامب التوفيق بين عدائه المعلن للصين وبين فعليا حاجة الولايات يعني المتحدة الأمريكية لا هذا البلد؟ ليست مسألة بالسهولة، لأن كيم يونغ أون ليس اللاعب السهل، لأن هنالك موقف صيني، موقف صيني يريد أن يحتوي الزعيم كوريا الشمالية. وبالوقت نفسه، وهنا التناقض وصعوبة المسألة، أن في ملفات اقتصادية وملفات إقليمية تريد أن تبعد الولايات المتحدة عن حديقتها الخارجية، لأنها تعتبر أن هذا مجالها استراتيجي. وهذه مسألة أشارت إليها الخطة الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا المسألة بالغة الصعوبة والتعقيد، لأن الولايات المتحدة تعول على الصين من أجل الضغط على كوريا الشمالية. لا شك أن القرار الأخير للأمم المتحدة ذهب في هذا الاتجاه، ومن هنا بداية الليونة التي أظهرها كيم يونغ أون في الانفتاح على كوريا الجنوبية واستعداده للمشاركة في الألعاب الأولمبية. إذن دبلوماسية الأولمبياد إنجاز التعبير أيضا أتت يعني جراء هذا الضغط التي قامت به الولايات المتحدة في هذا. سيدة ليلى وضيوف الكرام، في سؤال مشترك، يعني إذا ما التقينا بعد 3 سنوات لتقييم برأيك ترامب وإدارته، ماذا سنقول بشكل سريع لو سمحت؟
إذا استمر ترامب في إنجازاته في المجال الداخلي، فأنا أعتقد بأن ترامب في حال لو ترشح لولاية ثانية سوف يفوز. وخارجيا؟ خارجيا أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تخسر يعني هذا الحلم الأمريكي أو الهيبة الأمريكية في العالم. هناك تفلت للحلفاء على كل الأصعدة، بدأ مع بداية مع باراك أوباما واستمر مع دونالد ترامب. يتآكل الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية، الصين تبرز على الصعيد العالمي، وأنا أتوقع بأنه إذا لم يتنبه الأمريكيون كما كانوا بلشوا مع أوباما إلى الذهاب لاحتواء الصين، فنحن بعد فترة سوف نجد أنه الصين سوف يكون لها الكثير من النفوذ على الساحة العالمية على حساب الولايات المتحدة. أستاذ سامي، ماذا تقول عن ترامب بعد عام على توليه، وإذا ما التقينا بعد 3 سنوات برأيك هل هناك تغير سيطرأ على سلوك ترامب أو إدارته أو أي شيء مفاجئ سنجده في المرحلة المقبلة؟ لا أعتقد أن هنالك إنجازات على المستوى الاقتصادي، هذا أكيد. هنالك إنجازات إضافية سوف نراها في عام 2018، ولكن على مستوى السياسات في الشرق الأوسط أعتقد ما دونها عقوبات أساسية، إلا إذا فاجأنا، وهذا ممكن، أن يعطي شيء باتجاه الفلسطينيين، لأنه أعطى بالاتجاه الإسرائيلي ولم يعطي شيء بالاتجاه الفلسطيني. فإن حصل ذلك أعتقد سوف يطلق دينامية جديدة قد يعني تشكل مدخلا لمزيد من الاستقرار في المنطقة. سيد خالد داوود مراسل الأهرام سابقا دائما معنا من القاهرة، إذا ما أردنا أن ننهي هذه الحلقة ماذا نقول بداية عن مستقبل العلاقات مع الإدارة الأمريكية ودولنا العربية تحديدا، وفعليا هذه الدول دولنا العربية ما الذي تملك للضغط على ترامب وإدارته؟ يعني أنا أعتقد أن العلاقات ستزداد تدهورا بين الدول العربية وإدارة ترامب، وأنا شخصيا حتى على الصعيد الداخلي الأمريكي أعتقد أن مشاكله أيضا ستزيد، خاصة في ضوء الانتخابات المتوقعة التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل. والأول مرة بصراحة يعني أنا أبتدي أن أنا أشوف في حركة نشاط ومعارضة سياسية قوية، حتى تبدت في التظاهرات التي قام بها النساء أمس في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي. وأنا أعتقد أن أنا هكون مستغرب جدا لو الرئيس ترامب تمكن من الفوز بفترة رئاسية ثانية، لأنه بالفعل كارثة على الولايات المتحدة وعلى العالم، ويكفي ما صدر عنه في الكتاب الأخير فاير اند فيوري، الغضب والنار، يعني من المقربين منه لنتأكد أننا نتعامل مع شخص تلفزيوني وشخص يعني يهتم أكثر بمنظره الشخصي ومجده الشخصي أكثر من اهتمامه لا بمصالح الولايات المتحدة وبالتأكيد بمصالح الدول العربية. رح ننهي معك سيد توم حرب من فلوريدا، يعني دون أدنى شك رغم أنه أعطيته كل التبريرات لترامب، إلا أنه يبقى شخص لا تتوقع تصرفاته نهائيا، يبقى شخص كما يصفوه هو للشو، كان للشو وما زال وسيبقى شومان. ما الذي ننتظره بالمرحلة المقبلة؟ شخص غريب بكل شيء، أعطانا مادة دسمة لكل شيء للحديث عنه، قد ما تحدثنا لا يسعفنا الوقت. ما الذي سنراه بعد 3 سنوات من الآن، وما الذي سنتحدث عنه تحديدا عن ترامب؟ هو بجوز شخص غريب للمجتمعات الدولية، ولكن للمجتمع الأمريكي شخص معروف بالإمبراطورية اقتصادية استثمارية، هي اللي معروف بمعظم المجتمعات الأمريكية، وكان عنده طبعا برنامج على التلفزيون على 10 سنين حقق أكثر نجاح. أنا هون مش بموقع تنبؤات عن دول العالم، ولكن أنا بقراءة سياسية ضمن برنامجه العملي الواقعي من داخل المجتمع الأمريكي ونجاح في الداخل الأمريكي. بالنسبة للخارج، هو تبنى مشروع أنه يمنع كوريا الشمالية من حصول على الإبن الذرية بالصغر، هذا رح يتحقق ويتنازل كوريا الشمالية لربما يتوحدوا الكوريتين لأول مرة. بنشوف اليوم راحوا، هل صحيح أنه الزر أمامه أكبر من الزر بكوريا الشمالية؟ لا، أنا ما بروح بالتداعيات هذه، أنا بروح بالواقع. لأول مرة بيروحوا الكوريتين على الأولمبياد تحت علم موحد، المجتمع الأمريكي يدعي للوحدة بين كوريا الشمالية والجنوبية. بالنسبة لإيران، قال بده يمنعها من حصول على الإبن الذري، بتصور مصر على هذا.
بالنسبه للدول العربيه بدنا نشوف ارتياح كثير من العالم العربي بسياسه مع الولايات المتحده، بالنسبه للقضيه الفلسطينيه بدنا نشوف تقارب اكثر ونتامل انه يصفي سلام بعهد الرئيس ترامب، لانه هو الرئيس الجدي بيقدر عطى الاسرائيلي ما بده بالنسبه للقدس، وإعلان اليوم مع الاسرائيلي هذا اذا كان همه ان يسعى للسلام اصلا. سيد توم حارب، كل الشكر لك سيد توم حارب. السيد خالد داوود من القاهره، السيده ليلى نقوله، والاستاذ سامي نادر، كل الشكر لكم على مشاركتي في هذه الحلقه، ويبقى الشكر الاكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعه. الى اللقاء.